السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. آخر أخبار فريق الرجاء الرياضي. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. نشرت هيئة منخرط فريق الرجاء الرياضي بلاغا صباح اليوم تعلن فيه دعم أعضائها المطلق للمكتب المسير للقلعة الخضراء. وجاء هذا البلاغ ردا على ما سماه المنخرطون التشويش الذي يتعرض له الفريق عمدا والهادف إلى التأثير على مسار الفريق الموفق في الموسم الرياضي الحالي. وانتقد البلاغ الأشخاص الذين يحاربون الفريق وهم ينتمون إليه عبر التسريبات المجانبة للحقيقة والصواب من أجل خلق الضبابية وتضليل الجماهير حسب زعم المنخرطين. كما أشار البلاغ إلى غياب رئيس الفريق معتبرا العمل الذي يقوم به أكثر أهمية من حضوره الفعلي، فقد تم تحقيق عدة مكتسبات. وفي خبر آخر، كشفت تقارير إعلامية جنوب إفريقيا أن مهاجم نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم حل ملف نزاعه مع فريقه للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأكدت التقارير أن دومينيكو طرق باب الفيفا للمطالبة بمستحقاته المالية العالقة بذمة الرجاء الرياضي بعد عدم توصله لحل ودي وفعال مع إدارة الفريق. كما أضاف التقرير نقلا عن وكيل أعمال اللاعب الجنوبي الإفريقي، لقد أجرينا محادثات لمحاولة تسوية هذا الأمر خلف أبواب مغلقة ووديا مع الرجاء، لكننا وصلنا إلى طريق مسدود في الوقت الحالي، ويبدو أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو رفع الأمر إلى الفيفا. وعبر الوكيل أن اللاعب كان متحمسا للعب خميس النسور بعد انضمامه شهر يونيو من السنة الماضية بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر بعد مغادرته لنادي ميلودي سانداوس الجنوب الإفريقي. وأشار الوكيل في ختام حديثه أن الرجاء الرياضي سيكون معرضا لعقوبة ثقيلة من طرف الفيفا حال عدم تسوية وضعية هاشم دومينغو داخل الفريق في أقرب فرصة ممكنة.